المشاهد تجري في هذه الاثناء عمليه انتخاب رئاسه ومكتب الغرفه ديال الصناعه التقليديه لجهه الريبارسله القنيطره. كيف تمر العمليه؟ بالفعل كاين الان تجري انتخابات ديال الرئيس واعضاء المكتب. الاجواء عاديه جدا لان اندارت قبل واحد التحالفات حزبيه اللي خلات الاجواء تمر بهذا الشكل هذا. وكاين ترشيح فردي وحيد اوحد ديال المرشح ديال التحالف اللي هو عبد الرحيم الزيزان. نعم. اذا الاجواء عاديه جدا وحنا تمتثلوا القرارات الحزبيه اللي تجي من طرف قياده الحزب. وبان بما اننا ماشي في التحالف كنا نمتثلوا القرار، وتتعرفوا القرارات والقانون ديال الاحزاب اللي تيخول الاحزاب في حاله عدم الامتثال يطبقوا مسطره العزل في اي عضو ما التزمش. اذا اغلبيه مريحه لحد الساعه. انا اقول مريحه بطبيعه الحال ما دام بانه كاين مرشح وحيد في القاعه. شكرا.